بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على أعمال القمع والعنف التي تقوم بها ميليشيات الأسد، وردا على اقتحام مدينة إدلب وأريح اليوم، قامت كتيبة المهاجرين والأنصار وكتيبة أنصار الحق التابعة للواء صقور الشام التابع للجيش الحر بقيادة المجلس العسكري باقتحام عدد من حواجز الجيش النظامي الموجودة في جبل الأربعين ومدينة أريحة، مما أسفر عن تدمير ناقلتي جند مصفحة BMB وتعطيل دبابتين T-72 وقتل عدد من الجنود إثر إصابة أحد الحواجز بقذيفة RPG. كما قامت كتيبة داود التابعة للواء صقور الشام بمداهمة معسكر الشبيبة وتكبيده العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. والله أكبر، والله ولي التوفيق.